أصعب لحظة في الدنيا لما تواجه الحقيقة اللي ممكن تخليك إنسان تاني، الحقيقة اللي ممكن تخليك تعيد حساباتك وتراجع أيامك وتحاسب نفسك، الحقيقة اللي ممكن تتحول لصدمة تغير مشاعرك أو لحالة تبدل حياتك أو مفاجأة تسعد قلبك. النهاردة معايا قصة غريبة وصعبة، قصة اكتشاف بنت للحقيقة اللي قلبت كيانها ولخبطت مشاعرها ودنيتها. تخيلوا بعد 36 سنة تكتشف إنها كانت عايشة مع أب وأم غير حقيقيين، إنها كانت في لحظة مخيفة جدا وصعبة جدا تعيش هذه اللحظة الفارقة في حياتها. إزاي حصل ده؟ وإزاي هذه السيدة أو الفتاة تشعر في لحظة من اللحظات إن كل ما بني في حياتها كان غير صحيح؟ الحكاية بالتفصيل مع بطلتها الأستاذة إيمان والست سيدة اللي منورين النهارده في الاستوديو. الله يخليك. ست سيدة أهلا بيكي، ومدام إيمان أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أبدأ بيكي، احكي لي الحكاية، احكي لي الحكاية كلها. الحكاية أنا لما طلعت وفتحت عيني في الدنيا، فتحت عيني على والدتي دي، والدة الله يرحمه. عرفيني من نفسك أولا، أنت اسمك إيه؟ اسمي إيمان صبحي علي محمود. وحضرتك اسمك إيه؟ سيدة بكر محمد. بتشتغل إيه مدام إيمان؟ أمن، بس دلوقتي حاليا مش شغالة يعني. كنت بشتغل أمن. بتشتغلي؟ أنتوا منين؟ عايشين فين؟ شبرا الخيم. شبرا الخيم. اتفضلي احكي لي. طلعت فتحت عيني على والدي اللي هو صبحي علي محمود دوت، ابويا بجد، وهي امي. اول ما بدات القصه بدات معايا ناس دي بتحبني قوي، مدلله، كل حاجه موجبه، حنيه مفيش بعد كده، لغايه ما اتجوزت وخلفت حياتي طبيعي، ماشيه طبيعي، مفيش مشكله. هنا بقى كان في قصه كده بين ليا خاله، يعني الخاله بتاعتي الكبيره، هي بقى اللي رمت لي الخيط. حصل ايه؟ احكي. كنا مع بعض كده في مكان، والمكان ده كان المفروض فيه فلوس جايه لوالدتي، فكلهم كانوا معترضين ان والدتي هتديني جزء من الفلوس دي. فالخناقه هنا بقى بدات بين خالتي الكبيره دي، دبلوماسيه قوي، مثقفه قوي عن امي كمان، امي ست طيبه، بتناقش معاها فبقول لها ستي اعتبريني ان انا حاليا مش بنت اختي، انا بقولها على الكلام اللي هي مهاجماني بيه. راحت قالت لي ما ده شيء طبيعي، انت فعلا مش بنت اختي. دي على طريقه وانا مش ابنك. انت مش ابني. ايوه، يعني انا مش ابنك دي، يعني انا ابنك لكن انت مش ابني، يعني ده المفاجاه دي. انت بتقوليها كده على سبيل، انا بقولها على سبيل ايه؟ الرفض، يعني الرفض للاسلوب او اللي انت بتعمليه معايا. فقالت لك انت فعلا مش بنت اختي. مين قال لك ان انت بنت اختي؟ انا ما جادلتش معاها، ما اتكلمتش، بس قلت لها طالما انت اللي قلت الكلمه دي يبقى في ورا الكلمه دي حاجه. قاعدين انا وهي بنتكلم، فهي كانت خلاص متخيله ان انا خلاص الفكره جت في دماغي، بس انا الفكره ما كانتش جايه في دماغي ان هي مش امي. انا الفكره اللي كانت في دماغي ايه؟ ان انا ممكن اكون بنت جوزها وهي امي، او انا بنتها وهو ايه؟ جوز امي. يعني الفكره ان انا بنت حد فيهم بس مخبيين عليا. هي دي الفكره اللي كانت في دماغي. فقالت لي عارفه لما جابتك ليا الحكيمه وانت لسه صغننه كده؟ بقول لها جابتك ليا الحكيمه؟ هو انا مش انا بنت سبعه وانت اللي والداني وانت؟ قالت لي لا، هو انت مش بنتي، وبقى واحده جابتك ليا وانا ما كنتش بخلف، بس انت عمرك حسيتي ان انا مش امك؟ قلت لها انت كدابه، انت بتضحكي عليا، انت بجد كدابه، لا انت امي، مفيش حد بيعمل اللي انت بتعمليه ده، انت بتعملي كتير، انت عملتي كتير، انت عملت اللي مفيش ام حقيقيه بتعمله. لا طب كملي، انا عايزه اخد كل الحوار، انا عايزه اخد كل الكلام. حكيت لي القصه كلها. هي ألحت قوي عشان تعرف منك الحقيقه. ايوه، احكي لي بقى الحكايه من اولها. من الاول جوزي ما كانش بيخلف، كنت متجوزه قبل منه. وكنت مخلف؟ وخلفت ولد. خلفتي ولد؟ وبعدين اتجوزتيه؟ وبعدين
قلت ايه لا هتطلق بلاش فضايح انا عايش وخلاص. كنت عند واحده صاحبتي بقول انا لسه في عيل وكده، وبعدين قامت قالت لي ده في حكيمه هنا ورعايه الطفل بيلاقوا العيال يعني في الشارع يحطوها في رعايه الطفل، اي حد عايز عيل عيله ياخد ده. فجابتها لي بقى، كان في ولد وبنت فاخترتها هي بقى، ورحت كاتباها باسمي واسم ابوها عشان ما حدش يعرف ويعايرها او يقول لها اي حاجه، برضه اتعرفت. طب هي لما كانت بتقول لك انت انا انت مش امي كنت بترد تقولي لها ايه؟ كنت بقول لها انا امك واقعد اعيط، دي يعني زعلنا انا وهي كتير في الاواخر من عيطها وعمايلها، اقول لها عيب كده يا امان، عيب انا امك. مين اللي سماها ايمان؟ انا. انت سميتيها ايمان؟ وبعدين يا مدام سيدي كملي. وبعدين اقول لها يا بنتي طب انا مش امك، بس الام اللي ربت مش اللي ولدت، وهو بيرموا في الشوارع. ده الكلام ده الايام دي. الايام دي. لما انت اعترفت لها بقى بالسر. طب انت اعترفت لها بالسر ليه؟ مش عارفه، هي حتى صعب عليا منها، لقيتها كل يوم والتاني تدور في الحتت دي وتروح الامام الشافعي عشان انا كاتباها في الصحه بتاعت الامام الشافعي. قلت والله لا اشوف امها فين، ولو ظهرت هوديها ليها وخلاص، اعمل ايه طيب؟ حياتنا بقت جحيم انا وهي. والاخر اعترفت لها تعبت. ستة وثلاثين سنة بتربيها؟ بنت. ايوه. وباباها الله يرحمه كان ابوها كان روحه فيها. لا بابا ده قصه ثانيه. روحه. لا ده بابا ده قصه ثانيه. لما تزعل من حد او تعمل تروح القرافه وتقعد بالليل، نروح نجيبها نقول لها يا بنت حاجه تلبسي. اقعد اتكلم معاه لغايه وقتنا هذا. كتبتيها باسمك وباسمه بس كده، هي اصبحت تورث فيك وتورث فيه. مظبوط؟ ايوه. انا ما عرفتش بقى ان التبني حرام الا في الاواخر لما الناس قالت لي. انا اللي قلت لها. انا ما كنت قالت انا اللي قلت حرام. انا اللي عرفتها ان ده حرام، يعني كنتش تعرف. يعني انا يعني انت 36 سنه بتذاكر لك؟ بتدخلك المدرسه؟ ذكرني. بتوديني المدرسه وتقعد تستناني على باب المدرسه عشان اخرج تخطف اتخطف. بنخرج مع بعض. بنعيا مع بعض. لو جاني برد بيجي لها برد. ما كانش ليا صحاب، هي صاحبتي. هي صاحبتي. هي امي وصاحبتي. انا متخيل حضرتك لان يعني 36 سنه دي حياه. يعني تخيل انت كده، اي حد بيتفرج علينا وفي لحظه من اللحظات بيحط نفسه مكانك مش هيصدق. يعني والله العظيم ثلاثه. انا يعني لغايه ما هي اللي اعترفت لي بلسانها انا كنت بكذب. انت متجوزه ايمان؟ معاها كلام. يعني انت عشتي معاها كمان خلفه احفادك. أيوة. يعني انت بقيتي جده. لا انا اتجوزت. أيوة. معاها في الشقه، ما سبتنيش اطلع بره. يعني انت اتجوزتي معاها في البيت؟ ايوه. قالت له لا بنتي محدش ياخدها مني، بنتي تقعد معايا. وانا ما قدرتش ابعد عنها بصراحه. الحبل السري اللي بيرتبط بين الام وبنتها مش شرط يكون حبل سري حقيقي، لكن حبل الرحمه والحب والشفقه ده والعطف اكبر من اي شيء، والانسانيه. وهي واضح ان هي ربتك في احسن التربيه. الحمد لله. واضح ان هي كنت انت كل حياتها. ما فيش. هي انا وهي، هي قفلت علينا وهي بقى يزعلوا ويغيروا وكده ان انا جايباها من وبحبها. هما كانوا رافضينك انت تجيبيها وتسميها باسمك اخواتك؟ ليه؟ مش عارفه، بيقولوا لي خلاص بقى. طب انت تعرفي ابوها وامها الحقيقيين؟ لا اعرفهم منين. طب البنت الممرضه اللي انت جابتها لك تعرف اهلها الحقيقيين؟ لا دي لقيتها في قلب الشارع. لقيتها في الشارع، والشارع اللي لقيتها فيه ده بيرموا عيال على طول كتير فيه. كانوا ياخدوهم بقى في كان شارع ايه؟ الله ما كان في المظلات واللي انا رعايه الطفل. رعايه الطفل في المظلات؟ بس الوقت بقى عملوه حاجه تانية. كان فيها اي علامه مميزه لما لقيتيها ملفوفه؟ انا اللي اكتشفتها. ايه العلامه؟ فيها ختم هنا. ختم؟ ختم ايه؟ معرفش، حاجه كده زي الختم بس مش عارفه ايه. في كتفك الشمال. طب بعد ما عرفتي الحقيقه بقى حصل ايه يا ايمان؟ لا اتدمرت. لا اتدمرت قوي قوي قوي. لا اتدمرت. وتخرج الصبح تيجي بالليل. اتدمرت.
بقى عايزه ادور، عايزه حد يقول لي حاجه، عايزه ارتاح. مش يعني ايه الفكره اللي جت في ذهنك ساعتها؟ الفكره اللي جت في ذهني ساعتها اشوف الست اللي كل همي طب هي شكلها ايه، اللي خلفتني، اللي جابتني. وكانت تملي تشوف في الحلم مع الاسف، في واحده ادتني الحياه، كولاده، وواحده ادتني بقيه الحياه. ولو قلت لي انها موجوده او بتدور عليكي مش هسال فيها. ابوكي عمره ما قال لك ولا لمحك انك انت مش بنت؟ بابا لا 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 لا، كان طيب جدا. انا امي لما كانت اعمل حاجه غلط وتضربني كان بيقوم يضربها. اداكي اسمه؟ دانيش اسمه بس، دانيش اسمه بس، دي كانت ده اداني حياته. ده مش اب. لا انا لغايه وقتنا هذا انا بموت عشان. بعد ما اكتشفت ان ماما مش ماما عملت ايه؟ خدت جنب، خدت جنب وخصمتني وبقيت تخانقني وبقيت ازعل معاها. اقول لها انت يعني ده كذا، واي كلمه بتتقال منها بقى بيتك في الشقه ما هي كده يعني، اي كلمه بتتقال منها بقى بدات تجرحني. في جوايا نار، في بركان، مش عارفه اقوله لمين، مش عارفه احكي لمين. فعايزه، لا عايزه اعرف اللي جابتني دي شكلها يعني مشكلتك ايه؟ بس انت تعرفي مين هم ابوك وامك؟ مش عارف انهم عايشين. واللي زعلني ان هي بقت زعلانه وتلومني. مش دي المشكله. وتقولي ما سبتنيش ليه؟ اسيبك تضيق؟ طيب هي مش دي المشكله بس. الله. المشكله انا عايزه اعرف انا ايه مصدري. لدرجه ان انا قبل ما اعرف اصلا القصه دي كانت بيجيني حلم دايما متردد عليا ولغايه وقتنا هذا بتردد عليا. اني بشوف واحده ست واقفه لي من بعيد بس صورتها مش باينه قدامي. وبتعمل لي كده وبتعمل لي كده. تقول لها سامحيني. سامحيني. انا ما كنتش اعرف الحلم ده ليه. ما زال بيتردد عليا بس انا بقى فهمت الحلم ده. والله يعني اذا كانت المشكله انك تعرفي اهلك مين، والله احنا يا جماعه بعد اذنكم احنا معانا الاستاذه المحترمه جدا الاستاذه ايمان. من 36 سنة وجدت في ميدان ايه؟ في المظلات في رعاية الطفل. وعندها علامة في كتفها الشمال، يعني كمان علامة، عندها علامة مميزة. إذا في حد يعني يعرفها أو يعرف أهلها أو عنده أي فكرة أو أي خلفية عن هي مين أهلها، مين أمها، مين أبوها، أو هما نفسهم يكونوا عايشين على قيد الحياة، أو حد فيهم ويفتكر انه في يوم من الايام من 36 سنة رمى ضناه في الشارع، اتصل بالبرنامج الرقم على الشاشة دلوقتي. هو لكن انا هدفي مش ان انا اطلع في البرنامج عشان الاقي اهلي، لا خالص. انا متأكد وما بقتش حابة. انا بعد انت مش محتاجة اهلي خلاص. عارفة ايه الحقيقة؟ احنا انت يعني انا في حالات ممكن اكون بشوفها كده، لكن انت عندك ام عظيمه جدا. ربنا يبارك لك. اعظم من العظم. ربنا يعني يبارك لك. اعظم ام خلقها ربنا. يعني انا اللي عايز اقوله لك الحقيقه، انسي بقى ان احنا في التلفزيون والكلام ده والبرامج، انا بتعامل مع الموضوع بشكل بسيط يعني طبيعتي كده. الست اللي تعمل ده في حياتها، اللي تفني حياتها وتنسى كل حاجه، تنسى نفسها عشان بنتها، ست عظيمة. لا في حاجة أكبر. دي أم، ده يعني أم ممكن تكون الأم الحقيقية ما كانتش هتبقى عشرها. لا. إذا كانت عايشة معاك يعني، ما أنا متكيش. فاللي زي دي أنت يعني تلتزمي بنوتك، لأن هي مش هتقدر غير إنها تلتزم بأمومتها ليك. ولا إيه يا ست زي؟ أه طبعًا يا حبيبي طبعًا. يعني أنت بعد ما اعترفت لها إنها مش بنتك، هي إيمان مش بنتك؟ لا بنتي. مين اللي كل لحظه مرت عليكم ال 36 سنه ديت بنتك وهي بتكبر. اه وهي طبعا. بتحبي طبعا. وهي بتمشي طبعا. وشعرها وهي بتخش المدرسه شعرها كان كده، وعمل لها قطط قطط، ويوم ما طلعت لها سنه خبطت في الكوبايه بقيت زغرت وفرقت الشربات. وايه كمان فكريني عشان انا مش واخد بالي. ايه تاني قولي لي؟ قولي لي وسمعيني. ايوه قولي لي اللي ايه لحظات تانيه فاكراها معايا؟ طبعا طبعا كل فاكره. اول يوم راحت المدرسه؟ طبعا فاكره. اول مره فكت شعرها؟ ايوه فاكره. يوم ما دخلت ثانويه عامه؟ ايوه طبعا فاكره. في الاعداديه عملت ايه؟ ايوه فاكره. لما دخلت الجامعه؟ ايوه فاكره. اول يوم دخلت في المدرسه كنت ماسكه فيها مش عايزه اسيبها،
واقول لهم ما تاخدونيش من ماما، ما تاخدونيش من ماما. عمرك حسيتي بلحظة انها مش امك؟ لا خالص. عمرها بدر منها او من والدك اي سلوك يقول دي مش بنتنا؟ لا 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 لا. ويوم فرحها مش كنت فرحانة؟ يا نهار ابيض. وزغرت يوم خطوبتها وسقيت الشربات يوميها؟ طبعا طبعا. ولما خلفت اول عيل هي اللي كانت بتخلف مش انا. مش انت اللي شلتيه؟ انا اللي مربيه. انا بحكي لك اللي انا ما اعرفوش. كنت بشيله هي اللي كانت عندي 3 سنين ونص عشان جاي تقولي النهارده دي مش بنتك ولا تقول لك انت مش امي. بقول لكم يوم روحوا. انتوا بتتكلموا في حاجه خلاص يعني قضي الامر. هي اللي كانت هتطلع عمره رفضتها. بس رفضتهم على عيالها. قالت عيال بنتي وبنتي اولى من اي عمر. يعني انت كان نفسك تطلعي عمر حقيقي؟ لا ما طلعتش. ايوه انت كان نفسك تطلع. كان نفسي قوي. وما زال كان نفسي تطلعي عمر. ما طلعتش. وبعدين عمرك عملت عمره قبل كده خالص؟ نعم. لا خالص. عمرك ما عملت عمره قبل كده خالص؟ لا خالص. كل ما تمسك فلوس عليا وعلى عيالي. وابوها كان ارزاق. حوشتي فلوس العمره؟ وابوها كان ارزاق. حوشتيها فلوس العمره؟ وصرفتها عليا. طب فلوس العمره معاكي ما طلعتيش بالعمره ليه؟ لا مش معايا والله يا حبيبي. اديتيها لايمان؟ ليه؟ بس اللي مزعلني بقى ايمان يعني رجلها بصي يا حبيبتي هو قصده ما طلعتيش عمره ليه؟ عشان انت كنت محتاجاه؟ هي دي الفكره. طب دي مش ام دي. في حاجات كتير لما 36 سنة يعني الواحد جاب كل يوم عدى. فكريني كده قوليلي. أفكرك بالعيد وإحنا أطفال. أصعب لحظات أجمل لحظات أسعد لحظات. ما عنديش أصعب لحظات والله. أسعد أسعد لحظاتي لو جي العيد. ذكرياتك مع ماما إيه؟ لو جي العيد عليا وهي ما معهاش فلوس تجيب لي لبس العيد كان يبقى معايا حلق. لو معاها حلق ده تنزل تبيعه عشان تجيب لي لبس العيد وأبقى زي أي بنت خلقها ربنا وتجيب لي أحلى لبس. هتكملي حياتك عندها في البيت؟ هكمل. هكمل لاخر يوم في عمري. لو عرفتك هسيب البيت هتعملي ايه؟ هموتها. هكمل لاخر يوم في عمري. انا عارف المشهد صعب مؤلم قاسي عليك حاسس بيك وحاسس بيها برضه. بس انا عارف وقع عليك انت اصعب. وقع عليك انت اصعب. بس امتحان واختبر وربنا حطك فيه وربنا وقع لك الست الطيبة دي انها تبقى امك والراجل العظيم الله يرحمه اللي مات يبقى ابوك. عايز تقولي لها ايه؟ عايز اقول لها ربنا يخليك لي ربك ولا حبيبتي. يخليك يا بنتي ويخليك لحبيبتي انت وعيالك يا رب. ربنا يخليكوا لبعض. ليه طلب اخير؟ اتفضل. امنية عيني حد يشوفها وتتكرم زي اي ام مثاليه لانها اكتر من اي ام مثاليه. الام بتتكرم انها مثاليه عشان هي ام اصلا هي اللي خلفت لكن دي ام مثاليه لحد خلف ورمى وهي اللي شالت وهي اللي ربت. اوعدك ان انا هكرمها ان شاء الله في عيد الام وهنطالب بتكريمها في عيد الام لان صحيح هي ما انجبتش لكن هي افضل بكتير من اللي انجبت ورمت ده حقيقي. هي هو ده طلبي اللي انا بلح عليه جامد جدا. حاضر باذن الله يا رب. حاضر. يا رب. هي تستاهل تبقى ام مثاليه. اكيد طبعا. وعلى فكره انت فعلا ام مثاليه. ربنا يبارك. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك. يبارك لك فيها. الله يخليك ويضلل عليكم بالخير ما لكمش غير بعض. ربنا يخليك يا رب. ويبعد عنكم شياطين الانس والجن. امين يا رب. اللهم امين. ويهدي سركم واتمنى ان اخواتك عاملين ايه دلوقتي معاها بعد ما انت قلت لها؟ لا وحشين جدا. ربنا يهدي النفوس. بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يهدوا النفوس بس بطريقه ثانيه ويزعلوا. يعني انا باخد معاش ابويا. زعلانين ان هي اللي بتاخد المعاش ده بصرفه عليها وعلى اولادها. ليه؟ بس انا خايفه اموت واسيبها كده لوحدها في الدنيا. اصل ده معاش ابويا انا. هي ما تاخدوش. تاخدوش ليه؟ ما هو انا لو مت خلاص. وهي لو بعد عمر طويل هيحصل لها ايه؟ بتصرف منين؟ هل هتورث فيكي؟ لا اتورث. هو حتى إيه؟ لو انا شرع يعني لو انا طبيعي والدها هي مش والدي انا. معاش والدها هي ما ينفعش. طب انت ورثتي من ابوكي؟ ابويا كل حاجه كانت معايا
باعها وصرفها عليا وهو عايش. لما سالته انت ليه بتعمل كده وجهزها طبعا حاجة عشان هي قال لها هجهزها واصرف عليها كل ما معايا. والشقه اللي انت عايشه فيها بتكتبيها باسمك؟ لا دي هي ايجار بس ايجار قديم بس هي قالت هي لبنتي بعدي. وانتي بنتها ربنا يحفظكم نورتوني. انا الحقيقه شفت كتير في البرنامج ده لكن ما شفتش قصه بالشكل ده الحقيقه. ربنا يبارك لك في الحب اللي بينكم. الحب باين بينكم يعني. هي قاعده كده بتقول يعني هي جايه معاكي كده بس هي بنتك هي امك. ربنا انا جايه عشان تتكرم. لا هكرمك اوعدك اذا ربنا احياني والدنيا عمر هكرمك ان شاء الله. وهطلب تكريمك في عيد الام اللي جاي ان شاء الله. وانا واثق ان في جهات محترمه جدا وعظيمه جدا في مصر لما هتسمع قصتك هتبادر بتكريمك للي انت قدمتيه لبنتك. يا ريت يا ريت. قصه جميله حبيت اقدمها لكم النهارده. ايمان ووالدتها الست سيده قصه رائعه. لا هي مسؤوله على ان هي اترمت في الشارع ولا الست سيده مسؤوله على ان بنتها في لحظه من اللحظات عرفت انها مش بنتها. لكن في حاجه مشتركه، حب امتد 36 سنه من المهد ان شاء الله الى الاحد. تفضل هي الأم وهي البنت، مش الأم اللي خلفت، أم اللي ربت وتعبت، وسيدة أم عظيمة ربت وتعبت. بشكركم جدا. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهل.